السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مرتك على فيسبوك وكذا اليوتيوب في فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم يأتيكم تزامنا مع إطلاق خدمة The Prime Time من طرف المتعامل في فاس جلوبال فرنسا الجزائر العاصمة، يعني أنه فرانس فيزا وإلا الشركة وإلا قنصلية فرنسا قامت يعني بخطوة جيدة باتجاه الجزائريين، بحيث أنه الخدمة The Prime Time ستتيح للجزائريين الفرصة على حصول موعد يكون على حسب التوقيت الذي يريدونه، وكذا طبعا المواعيد ستكون متوفرة على النطاق برايم تايم. بالنسبة لمواعيد برايم تايم فهي مواعيد يعني مع تكلفة إضافية وإلى تسعيرة إضافية تقدر ب 27.6 أورو إلى 28. القيمة يعني التقديرية ستدفع عفوا بالدينار الجزائري، والتكلفة ستتراوح ما بين 3000 إلى 4600 دينار جزائري، يعني التكلفة ستكون على حسب الأورو في الوقت الذي سيحدد فيه طالب الفيزا موعده عبر نطاق برايم تايم. خدمة برايم تايم هي خدمة مجانية بتكلفة إضافية لدى فيفاس جلوبال، حيث أنها ستجعلكم يعني احنا كما نقولوا احنا في الجزائر يعني تهناو كاريما من لي بروبليم تاع لي رانديفو دو فيزا. طبعا خدمة برايم تايم متوفرة لدينا مجانا، يعني نحن فقط يعني اسيستون دو فيزا، يعني اول اسيستون دو فيزا في الجزائر مع لي جروب تاعي، يعني لا كليك لعيتهم انا، نقدم لكم هذه الخدمه بطريقه مجانيه. يعني التسجيل في هذه الخدمه والحصول على موعد لدى المتعامل في فاس جلوبال سيكون مجاني ابتداء من اليوم. يعني انا كليون كيجيني نعطيه الاكسبليكاسيون تاع رونديفو برايم تايم والى رونديفو اد على كونستيتيسيون دي دوسي والى بري ريزرفاسيون دو رونديفو لي دو. بالنسبة لـ TS Contact عنا با، وبالنسبة لـ VFS Global الجزائري تعتبر خدمتان مجانيتان. الخدمتان سألخصهما لك يعني وإلا لك عزيزي وإلا عزتي الذين تشاهدونني خلف الشاشة في دقيقة، يعني هنا القوس نفتح قوسين، يعني بين قوسين، يعني طلب الفيزا سيكون بين قوسين. القوس الأول هو الموعد برايم تايم، والقوس الثاني هو الموعد النهائي. طبعا عند الحصول على الموعد لدى TS Contact وإلى بري ريزرفاسيون دو رونديفو ستتيح لك الفرصة للدخول إلى مركز TS Contact والحصول على موعد مجاني بتكلفة إضافية لدى TS، لكن عندنا مجاني. بالنسبة للموعد النهائي هو سيكون في الحلقة رقم 2 إلى القوس الذي يغلق ما بين هنا هي عبارة عن عدد الأيام التي سينتظرها طالب الفيزا من أجل طبعا دفع طلب الفيزا في الموعد المحدد. طبعا في الوقت المحدد والا البيريود داتونت والا ذا تايمين بيريود اوف ويتينغ، يعني طالب الفيزا سيكون بقدرته يعني القيام بتكوين ملفه بطريقة سلسة طبعا مع تحت إشرافنا عفوا، وكذا الإضافة وكذا إنقاص وكذا تغيير ربما وكذا تصحيح ربما أخطاء يكون طالب الفيزا لا يعلمها. هو 99.99% من طالبي الفيزا الذين يأتون إلينا إلى الأجنس تاعنا إلى وكالتنا الخاصة بدعم طالب الفيزا يعني سيستفيدون يحصلون طبعا على معلومات لم يعرفوها من قبل. بالنسبة لخدمة برايم تايم فهي خدمة تتيح لك الحصول على موعد على حسب الطلب، وأيضا يعني يمكنك الحصول على ذلك الموعد وكذا احترام يعني الأوقات التي ستمكنك من طبعا تكوين ملفك الخاص بطلب الفيزا لفرنسا للجزائريين. طبعا فيفاس جلوبال الجزائر خطى خطوة جميلة اتجاه الجزائريين من اجل طبعا الحد من عملية بيع المواعيد التي هي امر غير قانوني، وكذا اصبحت يعني مشكلة لدى المتعامل وكذا القنصلية الفرنسية بحكم انه الجزائري مازال ماهوش يعني تخص ديريكتومون على لي تكنولوجي والى لي تيك. فوالا خدمة VFS Global Prime Time وخدمة TS Contact Pre Reservation de Rendezvous متاحتان لدينا في وكالتنا ومجانا. طبعا الخدمات تتقدم مع خدمات أخرى مثل Formula France Visa, RCPC يعني التيلكس دافيون إذا حبوا الزبون مع أنه سقطت على الجزائريين، أصلا كوبون دي ريدكسيون عند أكسا أسيرونس الذي يتيح لك الحصول على 15% مجانا. طبعا أكسا أسيرونس هي شركة فرنسية وحنا عملنا بالفرنسا يعني تحب تنول الشركات الفرنسية. اليوم كان معكم مرتك في مكتبه المتواضع، أتمنى لكم أمسية سعيدة. يمكنكم طبعا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وكذا الأصحاب الذين تعرفونهم لكي تنتشر المعلومة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.